السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم متابعي قناة كابتن سوريا، تحياتي لكم، الله يسعد اوقاتكم. اليوم مباراة كأس السوبر السوري اللي راح تجمع نادي تشرين مع نادي الوحدة، بطل الدوري مع بطل الكأس. المباراة راح تكون يوم الاربعاء اليوم 14 تشرين الاول 2020. المباراة راح تبدأ بتمام الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت دمشق، وتلعب المباراة على ملعب حمال بلدي وبحضور جماهيري، بعد ما قرر الاتحاد الرياضي فتح الابواب امام الجماهير وريع المباراة بالكامل سيذهب للمتضررين من الحرائق التي شبت في سوريا الأسبوع الماضي. نقل التلفزيوني المباراة منقولة على قناة سوريا دراما، وبإذن الله تعالى رح أكون معكم على قناة كابتن سوريا ببث مباشر قبل بداية المباراة مع الاستوديو التحليلي. بتمنى منكم تتوقعوا نتيجة المباراة بالتعليقات أسفل الفيديو، وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم إشعار البث المباشر إذا حبيتوا تتابعوا المباراة. تحياتي لكم، ما تنسوا تدعمونا بلايك، والله يسعد أوقاتكم يا رب. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.